رضيت عنهم أبدا يا عند ذلك نادى يا عمر بن سعد ما لك قطع الله رحمك كما قطعت رحمي وبعث الله عليك من يذبحك في فراشك. عند ذلك علم علي الأكبر بأن الإمام الحسين قد أعطاه الرخصة، أخذ يقاتلهم قتال الأبطال وهو يقول أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، أضربكم بالسيف حتى ينثني ضرب غلام هاشمي علوي، تالله لا يحكم فينا ابن الدعي. أخذ يقاتلهم قتال الأبطال حتى أكثر فيهم القتل، فبرز إليه بكر بن غانم ليلى داخل الخيمة وهي تنظر إلى وجه أبي عبد الله، رح يفسر لها ماذا يجري في أرض المعركة، فرأيت ملامح الحسين قد انقبضت، جاءت إليه مسرعة، أبا عبد الله هل أصاب ولدي مكروه؟ قال لا يا ليلى، ولكن برز إليه من يخاف منه عليه. قالت ما أصنع، شنو الآن عملي؟ قال يا ليلى اذهبي وادعي لولدك، فإني سمعت رسول الله يقول دعاء الأم مستجاب في حق ولدها. ذهبت إلى خيمتها، أخذت تتوسل إلى الله، إلهي بغربة أبي عبد الله، إلهي بوحدة أبي عبد الله، اردد لي ولدي. طبت الخيمة هالغريبة، طبت الخيمة هالغريبة، تبكي وعلى ابنها مريبة، وتوسلت بالله بحبيبه بالحسين وش ما بي مصيبه. يا راد يا راد يوسف من مغيبه، اردد اردد ابني. عند ذلك رجع علي الأكبر مفتخرا مزهوا وهو يحمل رأس بكر، لما رآه الإمام الحسين وقع نظره عليه، قال علي الأكبر أبتا ثقل الحديد قتلني، العطش قتلني وثقل الحديد أجهدني، فهل إلى شربة من ماء من سبيل أتقوى بها على الأعداء؟ يقل لي يا سهل يا بو يا طلبتك هاي، لكن يا عقلي وما يعيب، أنا منين أنا منين جايبا شربة الماء والعطش، والعطش مثلك يبس حشاي، ولكن بني أدرك أمك عما قليل سوف يسقيك جدك بكأسه الأوفى شرب لا تظمأ بعدها أبدا، أدرك أمك في الخيمة فإني أخشى عليها من الموت. فذهب علي الأكبر دخل إلى الخيمة، أخذ رأس والدته وضعه في حجره، سكب دموعه على وجهها، أفاقت نظرت إلى وجه علي الأكبر، رجعت روح هذه المرأة الجليلة، آه مرحبا مرحبا بطولك يا رجواي، رديت رديت روحي بجيتك هاي،
ظل معها قليلا سلاها ثم بعد ذلك انطلق يمتثل أمر أبي عبد الله بالبراز أخذ يقاتل قتال الأبطال. يقول حميد بن مسلم كان هناك رجل يقال له قرة بن قيس. هذا التميمي يقول كان واقف بجنبي التفت إلي قال والله لأثكلن أباه. قلت ويلك أما ترى هؤلاء الذين احتوشوه من كل حدب وصوب؟ قال والله لأشدن عليه. فبينما علي الأكبر وهو يطرد كتيب بين يديه وإذا باللعين مر جاء بالرمح وضرب علي الأكبر بقاصرته. أيوا السيدة أيوا علي. فسقط علي الأكبر على فرسه، الدماء سالت على عين الفرس، بدل أن يأخذه إلى الخيام أخذه إلى جهة الأعداء. هؤلاء أخذوا يستفردون به وانهالت عليه السيوف من كل حدب وصوب. فنادى أبتايا هذا جدي قد سقاني بكأسه الأوفى شرب لا أظمأ بعدها أبدا. تقول سكينة أخذ يقوم الحسين ويجلس وعيناه تدوران في أم رأسه كالمحتضر. أسرع كالصقر المنقاض لما نزل عند ولده علي الأكبر أخذ يحادثه. بني علي حدثني، بني علي كلمني. لم يسمع جوابا. قال بني على الدنيا بعدك العفايا أما أنت فقد استرحت من هم الدنيا وغمها وبقي أبوك لهمها وغمها. أدري هنا القلوب احترقت الدموع نزلت الطور الكربلائي نقرأها. قعد عنده وشاف مغمض العين بدم سابح مدم سابح مترب الخدي متواصل طبر والناس والراس ناس وتحسى. وبعد هالبيتين وأسألكم الدعاء. يا بني من سمع يمك وين آيك أو من شبحت لعند الموت بني للعشرين ما وصلن سنين التفت الإمام الحسين إلى بني هاشم إلى أهل بيته قال احملوا أخاكم عليا فلا طاقة لي على حمله. فجاء به الإمام الحسين مع أهل بيته إلى الخيمة. هنا نجدت أمه جلست في الخيمة أخذت تندبه. يا ابني يا علي النوب الذليت والموت ياخذني تمنيت عمود الوصايا يا شايل البيت. يا ابني ومن الروح هديت يا ومن الروح
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين.